مساء يا فندم. انا الدكتور اخلاص علي عبد الواحد وافي، استشاري القلب والاوعيه الدمويه في مستشفيات كثيره في القاهره، مستشفى القاهره التخصصي، مستشفى مستران الاول والقاهره التخصصي ووادي النيل اخيرا يعني، وعند عيادتي الخاصه، وانا مستشار طب للسي اي بي، وكنت نائب رئيس الجمعيه المصريه للاتصال المبشرين بين الدكتور اسامه عبد العزيز الله يرحمه اكثر من 15 سنه. اهلا بك يا فندم. دكتور، ممكن حضرتك تدي شويه نصايح لمرضى امراض القلب والضغط؟ الحقيقه انا كان بدي ادي بعض النصائح المهمه جدا لمرضى امراض القلب والضغط والسكر ايضا. المريض كل الثلاث انواع من الامراض دي عاده بتبقى امراض وراثيه، ومرض منهم اللي هو مرض ارتفاع ضغط الدم، هذا المرض ليس له اعراض، ما حدش يقول لي انا ما حسيتش او ما بحسش ان انا عندي ضغط مرتفع، ما جاليش صداع. الصداع يا جماعه والزغلله والهبوط والهفتان ده بيجي في الضغط المنخفض، والضغط المنخفض ما هوش مرض. الضغط المنخفض ده بيتعالج بتزود شويه ملح وحاجات زي كده، وهو اللي بيعمل صداع. اما الضغط المرتفع كنا نتمنى يبقى له اعراض. في نسبه 1 أو 2 أو 3% بيبقى بيحسوا بتقل في الدماغ، لكن ده لا يؤخذ على هذه الاعراض. كنا نتمنى يبقى 100% يبقى يشتكوا عشان نقدر نعالجهم، لكن بيكتشف فجاه. ولذلك على اي انسان من اسره فيها ارتفاع في ضغط الدم يقيس ضغطه باستمرار، يعني كل اسبوعين، كل 3 شهرين، ما الى ذلك. والمرضى الضغط ومرضى السكر ومرضى القلب لابد ان هم يهتموا برياضه المشي، على الاقل المشي، لكن لانها جابت معانا نتائج طيبه جدا في العلاج، وجابت معانا نتائج طيبه جدا في الوصول الى الحاله الطبيعيه، يعني من الحاله الفسيولوجيه في نسب السكر ونسب الضغط. لذلك لما يجي لي عيان قيس له الضغط وقيس له السكر اقول له والله ده حاجه كويسه قوي، ده انت يعني بوصلنا لدرجه ممتازه الحمد لله رب العالمين، انت مستمر على العلاج؟ قال لي بس اهم حاجه قبل ما اجي لك مشيت ساعه. والله. فاقول له انا بقيت اعرف، اقول له انت مشيت النهارده؟ ما يقول لي مظبوط. فالمشي مهم جدا، على الاقل ان كنت شاب او صغير في السن او تستطيع ممارسه الرياضه، احنا بننصح بالرياضه، الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه، وليس معنى ذلك ان احنا نترك العلاج المهم، لان العلاج اهم شيء عشان يرجع الى الحاله الطبيعيه اللي خلقها ربنا ان شاء الله. والشفاء بامر الله، العلاج ده اسباب، ومأمورين ان احنا ناخذ بالاسباب. الشفاء من عند الله، زي ما رزقكم في السماء وما توعدون، لكن مأمورين ان احنا ناخذ باسباب الوصول لهذا الرزق. رزقنا في السماء، مش هينزل لنا زي ما عمر كان لاقي واحد قاعد في المسجد قال له انت قاعد ليه في غير وقت صلاه؟ قال له مين بيصرف؟ قال له اخويا. قال له اخوك احسن منك، قوم اشتغل. قال له انت تعلم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه؟ فايضا الشفاء شفاء بامر الله، لكن مامورين ان احنا ناخذ بالاسباب للشفاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا فان لكل داء دواء. شكرا جدا.